هذا موعدنا الثاني من برنامجكم 97. نعم انتم التوانسة الناس هما اللي باش يسألوا الأسئلة للمسؤولين وللسياسيين. هل شوف أنه باش يكون الخلاص الذي يعد أن يكون أم أنه محاولة لحل السياسي بالقانوني كالعادة؟ كنتم موجودين في صدة القرار، أش عملت؟ مانيش فرحان يعني بروحي ولا فرحان بالحكومة اللي أنا كنت فيها. كي كنت وزير 12 شهر جبت لتونس 34,000 مليار واقفين على الحدود الإدارية متاع تونس. السيدة رئيس الحكومة بكل احترامي لمقامها ما فما باس كي تجي تحكي مع التوانسة، ماناش رعاية. باش الغنوشي أنا منذ عامين قلت اللي أحسن حاجة يعملها تونس هو يستقيل من الحياة السياسية. أنت تقبل الفصل الخامس اللي تكتب اللي كان في أحلام 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 الإسلام السياسي ما تكتبش بالطريقة هذيك. كان خيار غلط من عند رئيس الجمهورية. دخل تونس في مشكلة كبيرة. ما تشكش في كفاءة قيس سعيد. كان أنت ماكش باش تبدل بلادك تشد دارك. القطاع الخاص نتاعنا أقوى قطاع خاص في شمال أفريقيا. نقولها بالفم الكامل. ومانيش خايف ضد فكرة الشركات الأهلية باش تهرس البلاد. الشركات الأهلية أنا المفيد بالنسبة لي اللي ضربوا تونس يقعد على طيارة تونسير. مي تونسير ما هيش باش تخرج من المشكلة هذية إلا ما يدخل فيها شريك تقني من الخارج. كل شيء واقف. تونسي يقول كل شيء حابس. نجم نلقى روحي أمام بنكاجي كبير اليوم. أنا أمام سياسي. شوف كبير ولا لا؟ ما أعرفش. التوانسة تيقول يوسف الشاهد يتقال أنه كان يخاف منك يتوجس من فضل عبد الكافي. حبوا يعملوا منه زعيم سياسي. أنا من كنت من الناس اللي كنت قلت حبوا لي زعيم سياسي. أعطي عايش بداية عايش كريم لتونس. للأسف وقع تونس خايفين على مستقبل أولادهم في القراية، خايفين على مستقبلهم هما في الصحة، خايفين على مستقبل الشركات اللي يخدموا فيها. موعدكم كل نهار أحد مع ليس الغربي في 97 على قناة التاسعة. ضيف الليلة الفضل عبد الكافي رئيس حزب أفاق تونس، بداية من 9 متاع الليل.